السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى نشرة موجزة من قناة الشروق. أهلا بكم. منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان سفير جمهورية الصين الشعبية السفير ما شي مين أو وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد، وذلك تقديرا لجهوده في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأثنى سيادته لدى لقائه بمكتبه السفير الصيني على مواقف الصين الداعمة للسودان، مؤكدا حرص السودان على ترقية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة. ومن جانبه عبر السفير الصيني عن شكره وتقديره للدعم الذي وجده من رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتعاون مؤسسات الدولة السودانية والشعب السوداني، والذي مكنه من أداء مهامه على الوجه الأكمل. وأكد استعداد بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك مع السودان بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. قال الممثل العام للاتحاد الأفريقي بالسودان محمد بلعيش في برنامج لقاء خاص بقناة الشروق الفضائية إن سر نجاح الاتفاق السياسي هو أن يتفق عليه جميع الفرقاء السودانيين ما عدا الذين يمنع من مشاركتهم القانون. ونفى قبول أو رفض أي مبادرة، لكنه نوه لأن الاتحاد الأفريقي فهم من خلال تقديم المكون العسكري للملاحظات أنه قد قبل بها، وأوضح أنه لا يستطيع أن يقول أن هناك أو إن هناك أطرافاً خارجية أو غيرها أسهمت أو تدخلت في صناعة المسودة. وجدد رغبة الاتحاد الإفريقي في استعداد السودان لنظامه الدستوري استناداً على مبدأ عدم الإقصاء والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وكشف أن الأيام القليلة القادمة ستشهد حراكاً جاداً موائد مستديرة لمناقشة المبادئ العامة التي طرحها الاتفاق الإطاري وصولا للاتفاق النهائي هذا. وستقوم قناة الشروق ببث الحوار كاملا اليوم الثلاثاء. أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد أحمدي مدير الأمانة بخطوات ثابتة في العمل الجاد لتحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتغيرات المناخ، داعيا القطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في السودان وتفعيل المشاريع العالقة لمصلحة الشعوب العربية. وجاء ذلك لدى مخاطبته بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية الدورة العادية رقم 114 تحت شعار نحو تعاون أوثق لاستدامة الأمن الغذائي العربي. وأشار الأمين العام إلى توفر مقومات تحقيق الأمن الغذائي العربي بالسودان ممثلة في الأراضي الزراعية الخصبة والموارد المائية والأيادي العاملة والكفاءات والخبرة الثرة والموقع الاستراتيجي المتميز أو المتميز بين الدول العربية. أصدرت الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي الخاص ببنك السودان المركزي منشور قضى بحظر التعامل بالأصول الافتراضية، وذلك استنادا على المادة 21 من قانون بنك السودان المركزي المعدل للعام 2012، والتي تحظر التعامل بأي شكل من الأشكال بالأصول الافتراضية، وذلك حفاظا على سلامة النظام المصرفي في السودان. أكد منشور أصدره البنك 2 أن الحظر يشمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة للبنك المركزي أو أي شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية، وتعريضها للمساءلة القانونية حال تم التعامل بالأصول الافتراضية بأي شكل من الأشكال، كما أنه سيخضع للعقوبات المنصوص عليها بقانون العمل المصرفي للعام 2004. أجاز مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه الأمس تقرير أداء وزارة المالية للعام الحالي ومقترح موازنة الولاية للعام 2023 بمبلغ 121 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 8.9% بعجز يقدر ب 3.5 مليار جنيه. قال والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله إن الاجتماع أجاز إلى جانب الموازنة تقرير الأداء المالي لوزارة المالية للعام الحالي، مشيرا إلى أن الموازنة تصب في مصلحة العاملين بالخدمة المدنية واستكمال عمليات التنمية في المشروعات التي بدأتها الولاية في العام 2022.
كشفت إدارة مستشفى الضمان بمروي عن أن العامل بالمستشفى عرضة للتوقف بعد قيام إدارة الكهرباء بقطع خدماتها عن المستشفى بسبب مديونيات متراكمة لفاتورة الكهرباء منذ العام 2013، وتعود لفترة تبعية المستشفى لوحدة تنفيذ السدود قبيل أيلولتها لجهاز الضمان الاجتماعي. أشارت مديرة المستشفى عليا محمد بخيت إلى تأثر المرضى وأجهزة المستشفى بهذا القطع وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات أخرى، مضيفة أن تشغيل المستشفى في الوقت الحالي يتم بمولدات الجازولين مع إمكانيات توقفها في أي لحظة. في هذا الخبر نكون وصلنا معكم إلى نهاية النشرة الموجزة من قناة الشروق، شكرا لحسن المتابعة، دمتم دائما في أمان الله.